بشوكة وغطا ازاز زي ما انت شايفة كده، غطا ازاز بتاعت المية العادية خالص. هنقشر كمية التين اللي انتوا شايفينها ديت، مليانة شوك زي ما انتوا شايفين. معايا بولة كده وهنزل بيها بشوية مية ساقعة، وزي ما انت شايفة كده المية الساقعة نزلت بالتين الشوكي فيها وسبتها ثواني، وبعد كده هحط الشوكة فيها كده اهو زي ما انتوا شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالغطا وابتدي اقشر الشوك كله، هتطلع معاكي بكل منتهى السهولة شايفين، او زي ما انت شايفه كده بايديكي وتمسكي من هنا ومن هنا. وبصي الشوك طلع في اقل من ثانيه، ليه بقى؟ لان هو نزل كله في الميه الساقعه. شايفين الشوك كله نزل هنا ازاي؟ ممكن بقى الطريقه الثانيه بالسكينه وتجرديها كده اهو، سهله جدا وبسيطه. هقطعه بقى واوريها لكم بيتقطع ازاي. وزي ما انت شايفه كده بنيجي من الحته دي كده اهو، سهله خالص كده، قادره ان انت تتحكمي فيه وتمسكيه ما فيهوش اي حاجه. ايه رايكم بقى في الجمال دوت باسهل طريقه؟